عايز اتكلم كمان راجل ابن اصول قال لك ببارك لمين؟ لجماهير الاهلي، وببارك لمجلس اداره النادي الاهلي، وببارك للاعبين، وببارك للجهاز الفني، لان ده الاصول. طب تعالوا نشوف وزير الشباب والرياضه على الفيسبوك وراعي الرياضه في مصر كتب ايه؟ وزير الشباب والرياضه تحيه وجبه يستحقها رجال فريق النادي الاهلي لكره القدم يضربون مثالا يحتذي به في العزيمه والاصرار على تحقيق الهدف. حققوا فوزا رائعا على فريق الترجي في ملعبه وسط جماهيره، ووصلوا رحلتهم لكاس افريقيا ومونديال الانديه ان شاء الله. مبروك لجماهير النادي الاهلي وتحيا مصر. سياده الوزير انا بحترمك جدا، لكن لما تيجي توجه، انا ما ينفعش طبعا اوجه حضرتك، لكن حضرتك بتكتب كده، حضرتك تيجي تبارك للنادي الاهلي، لان الناس حضرتك بتتابع حضرتك على الفيسبوك، لما تيجي تبارك ابارك للنادي الاهلي مش للعيبه لوحدها وجهاز فني لوحده. وبعد كده افتكرنا الجماهير بعد شويه، ده وجهه نظر انا الشخصيه، وما ذكرتش اي حاجه تخص مجلس اداره النادي الاهلي. وعايزين تقنعوني لكده مفيش تعنت؟ لا، في انا ما بعرفش مره تانية وثالثه ومليون، المواربه غير مقبوله في البرنامج ده. ليه؟ لان احنا لما بنكسب زي ما قلت من شويه بالمنظومه وهي مكتمله، ترس الترس لو سقط منه الجماهير هيبقى في صعوبات، لو سقط منه اللعيبه هيبقى في صعوبات، لو سقط منه المدير الفني هيبقى في صعوبات، لو سقط منه مجلس اداره طبعا في صعوبات. فلحضرتك لما تبارك تبارك للناس كلها، تبارك للنادي الاهلي ككيان كمؤسسه. اتذكر قبل كده في الكاس قلت انا ما باركتش لحد، وقلت اللي انا ما ينفع يعني دي كاس مصر انا ما باركش لحد، او الكلام ده كله. طب انا هعرض لحضراتكم دلوقتي سياده الوزير خصوصا لفريق سموحه تهنئه النادي سموحه، هقول لحضراتكم قال فيها ايه. حط لي الصوره كده لو هي معاكوا يا جماعه، معاكوا ولا لا؟ تهنئه لنادي سموحه بفوزه على فريق بيتفيست الجنوب افريقي بهدف مقابل لا شيء، وتاهل المجموعات لبطوله الكونفدراليه. مبروك للاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي ومجلس الاداره ومجلس الاداره ومجلس الاداره، وتحيا مصر. وسلم لي يا جدع على مجلس الاداره. في ايه؟ الاهلي مؤسسه كبيره فيها مجلس اداره محترم وفيها منظومة مكتملة، منظومة محترمة، منظومة بتنجح في ظروف صعبة، منظومة من وجهة نظري ومش تحيز مش ناقصها حاجة. لو أخدت بطولة أفريقيا السنة دي لكرة القدم عملت اللي ما حدش عمله في العالم، وتيجي تقول لي مبروك الجماهير، مبروك مش عارف إيه، وعملتوا أداء مشرف. لا، الوزير لما يخاطب الاهلي يخاطب مجلس ادارته، يخاطب مجلس ادارته ويبارك لمجلس ادارته، لان الاهلي مؤسسه كبيره شئنا ام ابينا، الاهلي مؤسسه كبيره لما تتعامل معاه مش هينفع غير كده. ولو في حد بيدخل معانا من الجماهير ولا من المنظومه الاهلاويه هيقول لحضرتك مش هنقبل التهنئه لان ما فيهاش مجلس الاداره اللي يمثلنا. الا بقى كنت حضرتك زعلان من اللائحه الاسترشاديه اللي اعضاء اللجنه الاولمبيه دخلوا معانا هنا وقالوا لحضرتك اللي عملتها، هي دي الحقيقه. فده ما يزعلش، الناس قالت الحقيقه نعمل لهم ايه؟ نمسك الخرزانه نقول لهم عيب ما يصحش، لا ما تقولوش كده، لا ما تقولوش اللي حصل ده تعنت مع الاهلي، هم اللي قالوا وهم اللي دخلوا في البرنامج ده. مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار التاريخ، وأي واحد مثل النادي الأهلي وقعد على كرسي الإدارة هو أكبر بكتير
من بوست على فيسبوك ولا باركيت تهنئة ولا بوكيه ورد. احنا كبار قوي يا جماعة، لازم الكل يفهم احنا كبار قوي وعندنا ثقة كبيرة في نفسنا قوي وعارفين اللي احنا كبار. عشان كده هرجع اقول انا قلته من شوية، كل اهلاوي نزل من بيته رايح يقعد على كافيه ورايح يقعد في اي مكان ما عندهوش قناة اللي عليها الماتشات، نازل عنده يقين ان الاهلي هيكسب وبيراهن على الاهلي. هل اللي انا بقوله التاريخ ده هستنى برقية ولا استنى جملتين؟ اكيد لا، اكيد لا. فمن هنا انا كاهلاوي عندي منظومة ودي مبادئي واخلاقي ومش هقف عند الكلام ده كتير، لكن ما بقبلش تهنئة بالوضع ده. وخليني اكون واضح، تعنت واضح مع مجلس ادارة النادي الاهلي، وانا جاي افرح وجاي زي يوم انتصار للنادي الاهلي. اللي عمله النادي الاهلي في مباراة امبارح ده يدرس في تاريخ الرياضة في افريقيا كلها وفي الوطن العربي، هي دي الحقيقة. واتشرف ان انا بنتمي للكيان ده، واتشرف ان انا اعرف مبادئه شويتين. فانا بالنسبه لي كاهلاوي كشادي فرد ما بقبلش التهنئه بالشكل ده، بقبل الشغل المؤسسي والبروتوكولات بتقول لما تيجي تخاطب ما تخاطبش حضرتك جماهير، لان الجماهير مسؤوله من مجلس ادارته. زي ما قال الاستاذ عمرو اديب، مش انا اللي قلت عشان ما حدش يزايد علينا، قال اتفتح للجماهير البوابات عن طريق مجلس ادارته وراح ساند. لان لو حضرتك قلت جماهير تدخل ومجلس اداره قال لا مش هتدخل، هي دي المواقف. هو ده الاهلي وهو ده الاداره وهو ده الشخصيه القويه اللي بتقعد على كرسي الاداره داخل النادي الاهلي، وما بنقبلش غير بكده. وانا مش هتكلم على بعض الناس اللي بعتلنا، دايما بنتكلم باراء الجماهير ودايما بنعبر عن اراء الجماهير المحترمه. فمش هتكلم على فكره زملكاوي والكلام ده، لان ده تعصب وده انا لا يعنيني الكلام ده، انا لا يعنيني. اللي يعنيني البروتوكول بيقول ايه؟ بيقول 1 2 3 4، مفيش بروتوكول بيحصل مع النادي الاهلي غير مقبول بالنسبه لي. زي النادي الاهلي عنده جمعيه على يومين بالمناسبه، ده موقف صريح وبسيط. كان عامل الجمعيه على يومين 25 و26 من قبل ما تبتدي، باطل باطل باطل، جواز عتريس من فؤادها باطل. واللي بيعمل كده مين؟ اللي بيعمل كده ناس خيرها من النادي الاهلي. واللي بيعمل كده مين؟ ناس كانت واقفه في يوم من الايام ماسكه الدف بتشجع النادي الاهلي النهارده في مواقع. واللي عمل كده مين؟ ناس موعوده جوه اللي هي بتشتغل جوه النادي الاهلي عشان مصالحها. واوعى جمهور الاهلي الواعي المحترم اللي انا شفته بيساند واللي انا شفته بيسافر، اوعى تسمعوا كلام الناس دي، لان في الاول وفي الاخر هو بيدور على مصالحه الشخصيه، مش بيدور على النادي الاهلي. بالنسبه له النادي الاهلي وعارف اللي لون التيشيرت لونه احمر، لكن مش هيبقى مخلص زيكم وزينا، مش هيبقى مخلص، مش هيبقى في يوم من الايام مش هيبقى غير صاحب مصلحه ومنتفع. وفي يوم من الايام هرجع اقول بالحاجات اللي معانا اللي هتظهر قريبا جدا لكل جماهير النادي الاهلي، اللي في ناس عملوا كده في الاهلي وكان في يوم من الايام ماسك الدف في المدرج، وفي يوم من الايام كان بيقول العب يا اهلي وتحط اعلانات على تيشيرت الاهلي وهنقول مصادرها والتذاكر كان بيحصل فيها ايه وغيره وغيره. اتكلمتوا على التراس اهلاوي، دول شرف وتجع الراس، ما قبلوش بدخلات وفيها ارقام وانا شاهد عيان زي ما بيتقال، وما حصلش. اتقال ارهابيين واتقال واتقال واتقال، لكن شهاده لله ليهم اخطاء، ليهم اخطاء لكن نضاف. وانا احب اتعامل مع النظيف، مش اللي يستخدم المدرج عشان يروح موقع. الكلام ده حضراتكم هتعرفوه قريب عشان اخترنا الحق وكل حاجة في وقتها. سيادة الوزير خالد عبد العزيز بعد التهنئة دي الأمور واضحة، فتعنت واضح. ومرة تانية كان معانا هنا، احنا اللي فجرنا القضية هنا، كابتن حمادة المصري، الدكتور علي حسب الله، اللواء
سامح مباشر، اللواء جاسر رياض، وغيره وغيره، والمفاجآت لسه جايه. هم اللي قالوا اللي هم ما شافوش حاجه، وكان قبل الفطار بساعه بسرعه، يلا يا جماعه ما شفناش ما ناقشناش، الوزاره هي اللي عامله كل حاجه. هم اللي قالوا مش احنا اللي قلنا. فده لو مزعل حضرتك احنا مش ذنب، احنا دور الاعلام بيدور وناقل للحدث وناقل للحقيقه. ففكره تمام يا فندم دي مش عندنا، في ناس فاتحه مصراعيها كده، احنا ما بنعملش كده، احنا ورا الكيان الكبير قوي ده، واللي يمس من اول رئيس النادي لغايه جمهوره اصغر واحد فيه في الحق موجودين في الميعاد، ما بنعرفش نعمل غير كده. طيب نروح لملف او نفس الملف في كلام مهم جدا، اسمعوا ايها الجماهير الاهلاويه المحترمه عشان تعرفوا ان الدنيا بتمشي واحد ورا واحد ورا واحد والامور بتتكشف. الراجل كتب مقاله مهمه جدا، دكتور كرم كردي، تقف عندها، لازم تقف عندها. الراجل ده مين؟ عضو اتحاد كره القدم، بيبقى ليه علاقات، بيقعد بيتكلم. اسمعوا الكلام اللي اتقال، مش انا اللي بقوله، انا ناقل للحقيقه. الجمله انا بعشقها، باطل يراد به حق. سمعتوا الجملة دي كم مرة هنا؟ كتير. اسمعوا الكلام المهم جدا عشان حضراتكم تبقوا فاهمين الدنيا رايحة فين وجاية منين. مقالة بعنوان الفوضى. كرم كردي، رغم أن ده عنوان المقالة، رغم أني ليس يومي في الكتابة، ولكن المواجهة التي نشرت على صفحات المصري اليوم بين السيد رئيس اللجنة الأولمبية الذي أنكر معظم ما جاء فيها، وبين عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية، هذه المواجهة جعلتني أمسك بالقلم وأكتب، لأن هذه المواجهة جسدت الفوضى التي تعيشها الرياضة في مصر الآن، والتي تسبب فيها من تسبب من عمد وقصد وبدافع من الأنانية الشخصية وبعيدا تماما عن المصلحة العامة. نحن نعيش في جو مليء بالأكاذيب، وحتى الأكاذيب متناقضة، والتصريحات التي تصدر كلها غير مقبولة ومزيفة وبعيدة عن الحقائق الحقيقية الموجودة حاليا، أن كل مسؤول يبحث عن مصلحته ومصلحته الشخصية فقط. للأسف الشديد غاب الحق وأصبح الباطل هو المسيطر، لأن الباطل يجتمع عليه كل من ليس لديه مبدأ، كل من يفكر في الأنا فقط ولا تشغله المصلحة العامة فليست لها قيمة ولا وزن لديه. هل تصدق أن مسؤولا واحدا بنفسه وشخصه وصوته وصورته يخرج بتصريحات متضاربة في أقل من 10 أيام وكأنها الذاكرة مسحت عنده؟ هذا المسؤول الرياضي الكبير يشيد في تصريحاته بأعضاء الجمعية العمومية في نادي السيد لأنهم لم يذهبوا لحضور جمعياتهم، وبالتالي هم موافقون على اللائحة الاستشهادية التي وقع عليها أعضاء اللجنة الأولمبية، والكل يعلم أنها بتعليمات من الوزارة. وبعدها بأسبوع يظهر علينا نفس المسؤول العاشق للإعلام والتلميع ويدلي بتصريحات بأنه سعيد باكتمال الجمعيات العمومية في أندية أخرى، وأن ذلك نجاح للتجربة الديمقراطية المزيفة. لا، الجملة دي عجبتني. وأن ذلك نجاح للتجربة الديمقراطية المزيفة التي أوهموا أنفسهم بها ويحاولون أن يوهمونا نحن أيضا. والأكثر غرابة أن معظم المسؤولين الكبار بدءا من رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء لجنة الشباب بالبرلمان وأنديتهم لا يوافقون على اللائحة الاسترشادية ويرفضونها. نحن الآن في فوضى في كل اتحاد، فوضى في معظم الأندية من أكبرها إلى أصغرها، فوضى في مراكز الشباب. هل سوف تتركنا الدولة في هذه الفوضى؟ هل سوف تترك الدولة من تسبب وما زال يتسبب في هذه المهزلة التي نعيشها؟ هل تترك الدولة من أشعل الصراعات في جميع الهيئات والأندية وجلسة يتفرج ويتصور ويظهر في المناسبات للتصوير والتهنئة فقط وكأنه صاحب الإنجازات؟ وهل بعيدا كل البعد عن ذلك كتبنا وحذرنا من أن العبث بالرياضة شيء خطير، وأن ما يحدث من عدم تحمل المسؤولية وإلقاؤها على اللجنة الأولمبية وهي غير مستعدة لذلك سوف يؤدي إلى فوضى ودمار للرياضة في مصر بجميع مقاومتها. الأمور تسير بالشفعة وبالوساطة وبالغل وبالولاء، ليس مهما من أنت ولكن المهم لولائك لمن. المسؤول للأسف لا يهم المصلحة العامة أو النتيجة، ولكن المهم أن يبعد نفسه عن المسؤولية ويظل على كرسيه ولا يطول توبيخ أو تعنيف. للأسف الشديد الأمور تسيء من سيء لأسوأ، والمسؤولون يشاهدون ولا يتدخلون. لماذا؟ ولا أعرف. الاستبعاد، التجميد، الشد، الطرد،
لمن يعترض أو يطالب بحق قد يعكر أو يغير ما في عقل المسؤولون. مجرد أنك تفكر في منصب تم الوعد به بالأحد و و و و و وأمور كتير جدا جدا. مقالة تستحق الاحترام، وهو ده اللي احنا بنقوله. واحد ورا واحد بيتكلم وأدعي إن البرنامج ده خلى اللي ما كانش بيتكلم بقى يتكلم، وخلى أعضاء اللجنة الأولمبية يقولوا كلمة الحق، وخلى الكل يقول اللي موقف الأهلي قانوني. وده دورنا اللي احنا ملناش مصالح مع حد، مصلحتنا النادي الأهلي فقط. والنادي الأهلي مش فقط وبس، النادي الأهلي لما يبقى على حق. تعنت مع النادي الأهلي، لائحة استرشادية اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، دي فرض الوصاية على النادي الأهلي وغير مقبول فرض الوصاية على النادي الأهلي. اتكلمنا على اللجنة الأولمبية ما عملتش حاجة، ما اجتمعتش، ما قالتش، وبعدين في الآخر بتكلمني على اللجنة، أنت الحكم والقاضي وعايزني ألجأ لك. طب إزاي؟ إزاي وإحنا بنتكلم في ألوان 17 والدستور أبو القوانين وتعظيم دور الجمعية العمومية وبتوسيع قاعدة المشاركة والأمور الاستثنائية ومش عارف إيه؟ تعبنا من الكلام الفضفاض، تعبنا من الكلام الكتير. دكتور كرم أنا بشكر حضرتك على المقالة المحترمة اللي في وقت الحق في ناس مش عايزة تقوله، وفي مستفيدين كتير، وفي ناس ما بتعرفش تقول غير أمين، واللي هيقول أمين لغير الحق صدقوني العقاب بتاع ربنا سبحانه وتعالى بيسيبك وتشتغل وتشتغل في الضلمة، لكن عقاب ربنا بيبقى كبير. وكلنا الحمد لله رب العالمين، مش كلنا اللي بيخاف ربنا بينجو، واللي ما بيخافش عقابه بيبقى شديد. هعرض لحضراتكم